السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الحاجات اللي المفروض الكاد مانجر أو البيم مانجر يعملها، أول حاجة يهتم بالهاردوير والسوفت وير، ويعرف مثلا إذا كان في حاجات محتاجة تعمل أبديت أو محتاجة صيانة أو محتاج إن هو يسطب برامج معينة، إن هو يعمل سبورت للناس لو أي حد عنده أي مشكلة يقدر يرجع له، إن هو يعمل الستاندرد اللي الناس كلها تشتغل عليه، وإن هو يتأكد إن الناس شغالة على الستاندرد، يكون مثلا بنتكلم على لاير دايمنشن تكست، كل الحاجات دي يكون مجهزها، يعمل تدريب للناس ويعمل تعليم ليهم، ويبدأ يحط خطط لتطوير الشغل في الشركة، يعمل تنظيم لطريقة الشغل، مثلا هيبدأ الناس هتبدأ تشتغل بكذا، وبعد كده الفولدر الفلاني هيبقى فيه الشغل، الفولدر الفلاني ده اللي هيبقى المشاركة، وكل فترة يعمل أركايف أو يعمل أرشيف للحاجات أو ضغط للحاجات أو يعني باك أب للشغل بتاعه، بحيث يتأكد إن الشغل بتاعه كويس، إن هو يقدر يدير الناس ويقدر يحصل منهم على أفضل حاجة يقدروا يدوها من غير ما يضغط عليهم أو من غير ما يخليهم يكرهوا العيشة واللي عايشينها ويكرهوه هو شخصيا، وان هو يبقى يحضر الاجتماعات ويحدد الشغل ده مثلا هياخد وقت قد ايه، او احنا محتاجين ايه اللي احنا محتاجينه، يقدر يدير العملية كلها على اساس يقدر يقود الكاد مانج الكاد او البيم لنجاح الشغل.